أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، والذي نستمر خلاله في متابعة هذا العدوان الصهي أمريكي المتواصل لليوم 78 على التوالي على قطاع غزة وأيضا الضفة الغربية. العدوان متواصل أيضا، طبعا البعض يتصور أن العدوان فقط على غزة، هذا المحتل الصهيوني وكأنه هوايته هي اقتحام المدن والبيوت الفلسطينية. طبعا هو يدمر الآن غزة على بكرة أبيها، لكن لماذا يقتحم إذا كان المشكلة مع حماس ومع المقاومة في غزة؟ لماذا يقتحم المدن في الضفة؟ لماذا يقتحم البيوت؟ لماذا يأسر الناس؟ هذا محتل مجرم لا يعيش إلا على الإرهاب والإجرام. هذا هو أستاذ النازية، أكبر إرهاب عرفه التاريخ هو أمامكم الآن تتابعونه بالصورة والصوت. لكن أمام هذا الإجرام الصهيوني أمريكي هناك فشل أو إفشال، هذا أدق ربما، لمجلس الأمن الدولي. هذه الدول الخمس دائمة العضوية فيها دولة ليست فقط مارقة بل شريكة في العدوان وقائدة لهذا العدوان هي الولايات المتحدة. المشروع القرار قدمته الإمارات بالنيابة عن العرب، قامت أمريكا بالنقاش وبالضغط على أعضاء مجلس الأمن حتى أفرغته من محتواه، حتى إيصال المساعدات. يعني الخطاب كان مخل ومضحك والله، على جميع الأطراف أن تسهل وصول المساعدات. شو جميع الأطراف؟ عندك طرف معتدي وطرف ضحية، الضحية لا يمكنه أن يعرقل المساعدات لنفسه. تصور أنت ليش الصياغة؟ حتى ما تغضب دولة الاحتلال. يعني أمريكا لا تريد أن تحمل إسرائيل حتى في مسألة عرقلة إيصال الإغاثات، رغم أنها هي اللي تعرقل هذا المحتل المجرم. فكانت الصياغة على جميع الأطراف، لاحظ الصيغة العمومية هذه حتى ما تغضب حدا أنت. وهذا معقول؟ هذا معقول في دول تحترم نفسها؟ حتى تعرف الكذب والنفاق والانحياز الفج والإجرام الأمريكي في أبشع صوره. وهذا بايدن الذي قال بأنه قلبي يعتصر عندما علمت أن هناك أمريكي صهيوني قتل يوم 7 أكتوبر، لك الحق في ذلك، لكن لا يعتصر قلبك ألما أيضا عندما ترى 20,000 فلسطيني قتلوا وأغلبهم نساء وأطفال منذ 7 أكتوبر؟ قلبك كاذب أكيد. القلب الطبيعي، قلب الإنسان السوي، يعتصر قلبه إذا قتل أي شخص بريء. والله حتى لو مر ووجد قطة ديست أمام سيارة قلبه يوجع، هذا الإنسان السوي. أما قلب هذا الرئيس الأمريكي الشريك والقاتل والقائد لهذا الإرهاب الصهيوني، لا يرف قلبه كذبا ونفاقا إلا لهذا الجندي أو هذا المواطن كما قال أمريكي إسرائيلي قتل في 7 أكتوبر. أما 20,000 فلسطيني أبيدوا وأكثر من 50,000 جريح والقطاع دمر كما لم يحصل في برلين في الحرب العالمية، كل هذا لا يرف له قلب الرئيس الأمريكي. إما قلبك حجر وهناك حجر ما يتشقق ويخرج منه الماء كما قال القرآن، أو أنت مثال للكذب والفجور والإرهاب في أبسع وأوضح صوره. هذا ما يقوله كل النشطاء، بإمكانكم تتابعوا صفحات التواصل. قالت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري اليوم إن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيرة في بحر العرب قبالة الساحل الغربي للهند، وهو ما أدى إلى نشوب حريق فيها. وأضافت أنه تم إخماد الحريق بعد هذا الحادث على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيميائية وترفع العلم الليبيري بدون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم. وأشارت إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافالبي الهند. يأتي الحادث في أعقاب سلسلة هجمات نفذتها جماعة الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ، وهو ما أجبر شركات شحن على تغيير مسار سفنها والإبحار في طرق أطول حول الطرف الجنوبي لقارة إفريقيا. على ذكر الحادث الأخير وهو استهداف
هذه السفينة مصادر صهيونية قالت، لا ندري على كل حال مدى دقة بذلك، قالت بأن هذه المسيرة التي أصابت هذه السفينة بانفجار وحريق انطلقت من إيران. في الأثناء دعا المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الدول الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل، في حين اتهم الرئيس إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بأنها شريكة في المجازر التي ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال خامنئي إن من واجب الدول الإسلامية أن تمنع إرسال النفط والوقود والبضائع إلى إسرائيل. وأضاف المرشد الإيراني أن تقديم الدعم للمقاومة أمر واجب، معتبرا الوقوف إلى جانب إسرائيل جريمة وخيانة. الحقيقة من باب الأمانة أن يقال أن هذا الخطاب لم يرد على لسان عربي واحد. طبعا لا أتحدث عن حزب الله، أتحدث ناس مسؤولة في الدول العربية، رئيس وزراء بهذه القوة وهذه الصراحة لم يرد هذا الحديث وبهذه القوة. لم يتجرأ زعيم عربي واحد أن يدعو لقطع النفط أو للتصدي لهذا العدوان الإجرامي. في لبنان كان حزب الله أعلن أمس شن هجمات جديدة على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين، في حين شنت قوات الاحتلال غارات على بلدات لبنانية. وأعلن حزب الله في بيانات مفصلة أنه نفذ 5 هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية. وقال الحزب إنه استهدف على دفعتين ثكنة شوميرا وتجمعات للجنود الإسرائيليين في محيطها، وتجمعا لضباط وجنود إسرائيليين في مستوطنة إيفن مناحم، وقوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها. في المستوى الدولي وفي مجلس الأمن، اعتمد المجلس أمس بأغلبية كبيرة قرارا مخففا بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، لكن ركزوا معي، دون اعتماد مشروع القرار الخاص بتعليق فوري للعمليات العدائية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية. يعني لا يوجد ذكر على وقف إطلاق النار. ويدعو القرار، شوفوا المفارقة هنا، ويدعو القرار كل الأطراف، يقصد الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لأن لا يوجد أطراف أخرى على الأقل الظاهرة منها، الطرف الأمريكي حاضر بالتأكيد، كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد وتهيئة الظروف لوقف مستدام لأعمال القتال. يعني بالله عليك كل الأطراف أنها تتيح وتسهل الإيصال الفوري للمساعدات، شو كل الأطراف؟ ليش ما يوجه المجلس الأمن مباشرة إلى الطرف المعني على المحتل الصهيوني أن يسهل وصول المساعدات؟ لماذا لا يقول هذا؟ لأن أمريكا لا تريد ذلك بصريح العبارة، وهي التي أجهضت هذا القرار وأفرغته من محتواه وأعادت الصياغة مليون مرة وتأجلت الجلسة 4 مرات حتى ترضى السيدة أمريكا، حتى تعرف القوانين الدولية عندما تكون في يد بلطجي أمريكي بهذه الطريقة تتحول إلى لا شيء. ما عندها معنى حقوق الإنسان وأرواح الفلسطيني لا معنى لها، والقوانين الدولية لا معنى لها. الوحيد اللي عنده معنى هو مصلحة أمريكا ومصلحة حليفتها هذه القاعدة المتقدمة المسمات إسرائيل، ما دون ذلك لا شيء. بايدن هذا يرف قلبه لشخص مات يوم 7 أكتوبر وله الحق بذلك، لا حدا يلومه، لكن لا يرف قلبه أبدا ل20,000 مواطن بريء وأغلبهم نساء وأطفال قتلوا منذ 7 أكتوبر في غزة، ومئات قتلوا غدرا أيضا في الضفة. هؤلاء لا يقول بايدن تجاههم كلمة تعاطف وحيدة. هذا منطق إنساني؟ هذا رئيس أكبر دولة اقتصادية وعسكرية؟ هذا يتشدق ويكذب علينا بالليل والنهار أنه نصير حقوق الإنسان ونصير الديمقراطية في المنطقة، وبعض العرب الجهلة يصدقونه ويحجون له بين الحين والآخر؟ الغلط غلط مين؟ غلطنا ولا غلطوا؟ والله لو قاطع العرب جميعا أمريكا لجاءتهم تحبو على ركبتيها. ولكن وين القيادات العربية اللي تقدر؟ على كل حال هذا هو
موضوع ساعتنا الثانية لما نرغب في المشاركة وإبداء الرأي. دعوني أرحب في البداية بضيف حلقتنا، انضم إلينا من صنعاء السيد فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام في حكومة صنعاء الحوثية. سيد اليوسفي مساء الخير. اليوم كان هناك هجوم بطائرة مسيرة على إحدى السفن التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي على بعد 200 ميل من الهند. هل لديكم أي تفاصيل حول هذا الهجوم ومن يقف خلفه؟ بالنسبة للهجوم إلى الآن لم يصدر من السلطة اليمنية أي تصريح بهذا الصدد، حتى نؤكد أو نجزم بأن اليمن بصمات بهذا الجانب، أو لكن نستطيع أن نقول بأنه ما ورد في بيان في البيانات السابقة لصنعاء أن السفن التي تم تحذيرها وتم استهداف بعضها، هذه واضحة نعلن عنها أولا بأول، لكن هذه لم يصدر أي تأكيد من صنعاء وبالذات من الجانب العسكري حولها حتى هذه اللحظة، حتى نجزم بأن هذه صنعاء أو غير صنعاء، لكن ما أستطيع قوله بأنه نحن مستمرون في التصعيد على الجانب البحري بصفة مستمرة حتى يتوقف العدوان على غزة وحتى يسمح لدخول المساعدات لأبناء غزة المحاصرين اليوم من جميع الجهات. هذا موقف صنعاء لأجل الانتصار للإنسانية وللقيام الجميلة، ونعتبر بأنه هذه القضية الفلسطينية هي ليست قضية الشعب الفلسطيني لذاته، بل هي قضية الأمة العربية والإسلامية، وصنعاء قد حددت موقفها منذ البداية بأنها ستظل تساند القضية الفلسطينية وستظل تساند المقاومة الفلسطينية في إطار ما هو ممكن ومتاح لصنعاء. أي أن طابع العروبة والأخوة مع الشعب الفلسطيني يدفع صنعاء بأن تساند الشعب الفلسطيني المظلوم في مظلوميته، وأن تساهم بالتصدي للعدو الصهيوني الذي يرتكب أبشع جرائم الإبادة اليوم في قطاع غزة كما هو ملموس أمام الأعير العالم برمحه. كان هناك هناك سيد اليوسف في تهديد اليوم لقيادي حوثي قال بالحرف إذا ما صعدوا لن نبقي على حق النفط ولا على حق الغاز، والمعركة ليست محصورة في فلسطين. ما هي الترجمة لمثل هذا الخطاب، ومتى يتم تفعيل هذا التهديد؟ يعني ما هي الخطوة التي لو أقدم عليها الطرف الأمريكي أو هذا التحالف الذي أعلن عن تشكيله، لو أقدم عليها ستكون حينها اليمن في يعني تقوم بتنفيذ مثل هذا التهديد؟ يا عزيزي، اليمن حين يصرح مثل هذه التصريحات هو دائما يتحمل مسؤولية تصريحاته وينقل تهديداته إلى موقع التنفيذ. هذا ما عرف منذ 9 سنوات وحتى اليوم، وبالتالي كل الدول اليوم التي تلهث وراء الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تنضم للتحالف الذي تشكله واشنطن، هي ستكون في كلا الأحوال سواء من دول الجوار أو من غيرها ستكون محل استهداف صنعاء، وبالتالي نحن من حقنا أن نصعد أيضا تجاه هذه القضية الفلسطينية طالما والعدوان مستمر وحرب الإبادة الشاملة من قبل الكيان الصهيوني، نحن أيضا سنضطر أن نصعد. هذا التصعيد لن يشمل فقط البحر، حتى وأؤكد حتى تشمل المواقع النفطية لكثير من الدول التي هي منضوية تحت الإطار الأمريكي حتى اليوم. نحن أجل الانتصار للإنسانية على اعتبار ما يقوم به الكيان الصهيوني اليوم هو عمل مضاد للإنسانية، هو عمل مضاد للحياة، هو عمل متوحش 100% لا يبقي ولا يبعد. واليوم يستهدف الشجر والحجر والبشر، فمن حقنا أيضا أن ندافع عن الإنسانية
وأن نتصدى لهذا الطرف المتوحش الذي يحمل مشروع إبادة شاملة. هذا باعتقادي بأنه حتى موقف أنصار الله وبقية والمناهضة للعدوان في صنعاء أي التي تقود اليوم عملية التصعيد هي على قناعة فيها بأنه إذا لم يكن لنا بصمات اليوم لن يكون لنا بصمات المستقبل تجاه الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يعني 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 بصيغة أخرى سيد اليوسفي، اليمنيون اليوم على قلب رجل واحد في هذا التهديد؟ بكل تأكيد السواد الأعظم من اليمنيين متفقين على مواجهة العدو الصهيوني، وهذا هو موقف شعوب معظم شعوب العالم. الساحة العالمية هي ترفض الاستمرار في عدوان إسرائيل على غزة، ترفض القتل للأطفال والنساء والمسنين وغيرهم، هي لجأت للمدنيين لأنها عجزت أن تواجه المقاومة الفلسطينية وجها لوجه وندا لند في واقع الميدان، ونتيجة فشلها وشعورها بالهزيمة هي لجأت كوسيلة للضغط لاستهداف المدنيين بهدف استكمال سيطرتها على قطاع غزة، وهذا بمساعدة الأمريكان وبقية دول الناتو، حتى أن أمريكا اليوم عندما جلبت المدمرة للبحر العرب هي تروح بأنه كل الأطراف التي ستقف ضد الكيان الصهيوني هي ستدخل بصدام مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الموقف الذي حققته اليوم الذي اتخذته صنعاء فهذا حصل على تأييد كبير من الساحة اليمنية ومن الساحة العربية والإسلامية والعالمية، وبالتالي نحن اليوم ننتصر لإرادة الشعوب التي ترفض استمرار الكيان الصهيوني في الحرب الإبادة الشاملة التي يقودها ضد الشعب الفلسطيني. وكما طيب. أسلفت قبل قليل لأن إنسانيين ولأننا نؤمن بالإنسانية سنظل ندافع عن الإنسانية وسنظل نواجه مشاريع التوحش من ألف إلى ياء التي يقودها الكيان الصهيوني. طيب دعني أختم معك سيد اليوسفي بسؤال مزدوج، ويريت يعني تجاوبني بإيجاز حتى نعطي فرصة للجمهور. اولا لماذا اليمن رغم يعني ضعفها ورغم الحروب التي مرت بها وهي افقر دول المنطقه هناك في الخليج هي الوحيده التي تهدد وتتوعد وتدخل على خط هذا الصراع، ودول غنيه بجانبكم لا تتحرك، او حتى الدول البعيده في المغرب العربي؟ الجزء الثاني من السؤال حتى تستعدوا لقد تكون مواجهه مقبله مباشره معكم تحتاجون الى توحيد الجبهه الداخليه، هل الحوثيون مقبلون على مد أيديهم لإخوانهم في كل مكان في اليمن وتوحيد الجبهة وتجاوز الماضي في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة؟ يا عزيزي نحن ندرك بأن الأجندات المساندة للعدوان هي مؤمركة من القاع للنخاع، وهذه الأجندات قد حصلت على دعم من دول الناتو وقاتلت دول الناتو معهم منذ 9 سنوات حتى اليوم، لكنها لم تحقق انتصار، بل خرجت صنعاء منتصرة لأنها لديها قضية ولأن الطرف الآخر ليس لديه قضية. الطرف الآخر هو يعتمد على المرتزقة، والمرتزق دائما يبحث عن من يدفع أكثر، لكن صنعاء لا تبحث عن مرتزقة. صنعاء ضمن الثوابت الثورية لها لأنها تنبت ثقافة الارتزاق. نحن لا يهمنا هذه الأجندات المدعومة من أمريكا ومن دول الخليج لأنها لن تستطيع أن تحقق أي شيء. يعني قد جربوا خلال 9 سنوات واستهدفوا صنعاء بكل أنواع الصواريخ والقنابل حتى المحرمة دوليا، لكن لم تحقق. فوق هذا خرجت صنعاء منتصرة بعد أن كانت لا تمتلك طلقة الكلاشينكوف، اليوم تحولت ثورتها إلى تصنيعية، الآن أصبحت تصنع صواريخ ومسيرات، وصلت إلى عمق دول العدوان، وصلت إلى العمق الإسرائيلي. وبالتالي خلال هذه الفترة صنعاء بنت قوة عسكرية قادرة على مواجهة كافة التحديات من الناحية البحرية ومن غيرها، والسواد الأعظم من اليمنيين هم موحدين ومجمعون ضد العدوان. ولا ننسى بأن الموقف الذي اتخذته صنعاء
هي نالت تأييد من معظم اليمنيين بما فيهم المواطنين الخاضعين اليوم في المحافظات الخاضعين لسلطات الاحتلال وقوى العدوان في تلك المناطق. ونحن على إدراك بأنهم لن يحققوا شيء مهما تم تسليحهم من الإمارات أو السعودية أو الأمريكان أو البريطانيين. نحن اليوم واثقين من أنفسنا، ولأن لدينا قضية ومقاتلنا والمجاهدين اليوم المستعدين للتضحية. وكما قال قائد الثورة قبل يومين في خطابه بأنه طلب من الدول المحيطة بإسرائيل بأن تسمح بدخول المقاتلين اليمنيين للالتحام مع إخوانهم الفلسطينيين لمواجهة العدو الصهيوني. جميل. هذا دليل على أن صنعاء لن تتراجع عن موقفها وستظل تواجه العدو الصهيوني وستظل أيضا تصعد حتى يتوقف عدوان إسرائيل وحتى تنسحب أساطيل ومساطيل واشنطن وبقية دول الناتو من المياه السيادية اليمنية. ونعتبر بأنه في حال أي حماقة ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية هذا مؤشر بأنه المنطقة سيشتعل فيها حرب إقليمية ودولية، لأن المصالح الدول الكبرى تقتضي ذلك، ولأن أيضا مصلحة دول محور المقاومة بأن يواجه في الوقت الراهن. أما بالنسبة للدول الغنية والتي تمتلك مال هي لا تمتلك إرادة وليس لديها قضية هذه الأنظمة. نحن على يقين بأنها أنظمة متصهينة ومؤامرة من القاع حتى النخاع تدار بالريموند كنترول من واشنطن ومن لندن. وبالتالي هؤلاء هذه الأنظمة مرهون بأن تستمد قرارها من دول الغرب، لكن نحن لا نستمد قرارنا من دول الغرب. نحن قرارنا يمني ومصيري نكون أو لا نكون. السيد فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام في حكومة صنعاء الحوثية، كنت معنا من صنعاء، نشكرك جزيل الشكر. طيب نعود للجمهور ولكن أبدأ ببعض المداخلات عن طريق الواتساب. أم هيثم تقول على ما يبدو أن حسين الشيخ لا، هذه يبدو طبعا مكررة هذه الرسالة، تقول تحالف جديد ضد أهل اليمن على طريقة عاصفة الحزم هو مؤشر على أن هذه الدول تعمل ككلاب حراسة في خدمة الصهاينة، أما أن يحشر نفسه معهم النظام البحريني صاحب انتخابات أجمل ماعز ومسابقة أسرع ناقة، فهذا يعني بأنه لم يبقي من الخم ممعوط، لا أدري ربما هذا مثل شعبي، هذا مثل فلسطيني تقول يمني مشترك، تقول ياسمين عياد. عبد الرزاق من فرنسا تفضل. عبد الرزاق السلام عليكم. وعليك السلام، نحاول أن نختصر يا عبد الرزاق في أقل من دقيقة لكل مداخلة، تفضل. يا أخي أنا أقترح أفكار، يعني أنت قلت الانتقاد البناء، ماذا بكم تقبلوا الانتقاد البناء يا أخي؟ عندما يتصل أحد يخالفكم أو يتم قطعه، أنا ساعات نستنى 24 ساعة ويتم قطعي يا أخي، لماذا؟ يعني الزملاء في الاتصالات يعلمون الغيب أنك أنت فلان أو علان، يعني يقطعونك يا رجل؟ العلي العظيم يذكر اسمي أنا بلا ما نقول له اسمي، يقول لي أنت عبد الرزاق، أنت ربع ساعة بعدك يتم قطعي. طيب الآن أجبناك، تفضل يا سيدي هات ما عندك، لكن المهم ما تكرر لنفس الكلام اللي قلته مليون مرة، تفضل. صح، نحن على بالك الفرنسيين وش قالوا أو الغرب؟ قالوا نحن ليس لدينا بترول ولكن لدينا أفكار. هذه تسمى مقولة لكل العرب باش ينتبهوا إليها يا أخي. هذه تسمى حاجة لازم نفهموها باللي لازمتنا أفكار. هما التليفون اللي كان تليفوني به هو كان فكرة يا أخي. تسمى تحرير فلسطين لازمتها فكرة. وباش حنا نبقاو تسمى في مسلسل عرفات وعبد الله وذاك ثلاثة ولا ثلاث شهور وحنا بلا أفكار، هذه تسمى يا أخي تسمى حنا قاعدين نورطوا في أنفسنا. ونعطيك واحد المثال يا أخي، أنا قلت لك يا أخي العزيز لازمتنا باش ننصر غزة عليكم أن تأتونا بشيخ، شيخ. قلت هذا مرارا عبد الرزاق، أعطيني شيء جديد لو تكرمت وإلا سأتجاوز لمتصل آخر لو سمحت.
قلت هذا واستمعنا إليه، أعطيني شيء جديد اليوم، تفضل. نعطيك حاجة جديدة يا أخي، وهذا الشيء يا أخي لازم تفهمه، عندما تفتح أي قناة وهي تسمى تسريبات لما تريده إسرائيل وأمريكا، يعني تسمى 90% من اللي قاعد نسمعه فيه في القنوات هو تسريب أو مقالات في تاع أمريكا، وبعض الضيوف يتم إبلاغ ما قرأوه في صحف الداخل والخارج، وحتى في هذه القناة، واسمح لي أن أقول هذا الكلام يا أخي، هو ثم مش محرج ولا سب ولا حاجة، حتى في هذه القناة عندما يتكلم ثم كلام على الجزائر يوميا، مع العلم أن الجزائر مقصرة ولكنها هي ثم كأنها تحاصر في فلسطين، والذي لا يعلمه بعض الناس ومعظم الناس هما يا غافل يا مغفل يا متغافل. ألم يروا أن هذه القناة ضيفها الأسبوعي العربي زيطوط، ومنهم من يقول أنه يرشوي في هذه القناة باش تسمى على النظام الجزائري. شكرا 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 لك عبد الرزاق، أشكرك، شكرا شكرا لك، شكرا لك، لم تقل لي شيء مفيد، شكرا لك، مع كل الاحترام والتقدير لك، يعني تاخذ دقيقة أو دقيقتين كلام يمينا وشمالا لا علاقة له، لم تذكر أهلك في غزة بنص كلمة. عزيزي مرة ثانية، إما ترتب مداخلتك وإلا لا نستطيع أن نستقبل هكذا مشاركات. فهمت الآن لماذا البعض لا يستقبلك؟ لأنك لا تقول شيء مفيد. حذر يا رجل، ادرس، افحص الموضوع وافهم منين مفاصل الموضوع، واعطيني جملة مفيدة. عزيزي مش فاضي أنا للكلام يمين وشمال، مع كل الاحترام. عمر من الجزائر، عمر من الجزائر، تسمعني عمر؟ طيب لا يبدو أن عمر في الاستماع للأسف. سعيدة من تونس، الله تعالى. نعم أسمعك جيدا. لا أدري ليش، يعني زملائي على الاتصالات ياريت تشوفون القصة هذه لو سمحتم. تفضل يا عمر، تفضل. عمر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك السلام، تفضل. أخي صالح، الحرب لا أحد يناقش فيها، هذه حرب دينية، حرب عقائدية بحتة. الغرب تحرك على بكرة أبيه لقتل إخواننا في غزة. اليوم هناك أكثر من 15 دولة غربية تحارب إلى جانب إسرائيل، جاءوا بكل عتادهم وعتدهم. نحن لا نستطيع إدخال قارورة ماء إلى غزة. أنا أسأل الآن، أين هي الجيوش العربية هذه التي طالما تطاولت على بعضها البعض وطالما تغلت بقواتها؟ أين هي الجيوش العربية اليوم؟ ولكن أنا في مقابل هذا أنا ألوم الشعوب العربية. هل الشعوب العربية اليوم قادرة على أن تفرض نفسها في الساحة؟ لو كل شعب في كل دولة عربية يقوم باحتجاز سفراء هؤلاء الرؤساء ويتمرد على أنظمته، لأن هذه الأنظمة هي أنظمة قلناها مرارا وتكرارا، هي أنظمة وضعتها إسرائيل لحمايتها في المنطقة، ولذلك لا ننتظر الخير من هذه الأنظمة. اليوم على سبيل المثال السيسي يعاد انتخابه في مصر، هل تم انتخاب السيسي؟ وأين هو الشعب المصري من إعادة انتخاب السيسي في المنطقة؟ طيب شكرا لك، أشكرك، أشكرك عمر، حتى لا نخرج على موضوع الحلقة. شكرا لك عمر. سعيدة مساء الخير. غادرتنا سعيدة. طيب منير من النمسا، منير أيضا من النمسا يبدو غادرنا. طيب خالد من الجزائر، أخي صالح. خالد، عندما يقول الرئيس الأمريكي بأن قلبه يتقطع ألما ويعتصر ألم عندما سمع بأن هناك شخص يحمل ربما الجنسية المزدوجة أمريكي إسرائيلي كما قال قتل في 7 أكتوبر، قلبه يعتصر ألم وله الحق أن يقول ذلك. طيب لماذا لم يحس بهؤلاء 20,000 فلسطيني الذين أبيدوا منذ بداية العدوان إلى يوم الناس هذا؟ من يريد معرفة الأمريكان عليه بمراجعة مذكرات وزير الخارجية السابق الراحل كيسنجر، يقول نحن لا نرى البشر ولا نرى إلا مصالحنا، لا عندنا حواجز توقفنا، نشوف حقول النفط
ونشوف الأماكن الاستراتيجية. أنا دي نوجه نداء لهذه الأئمة على المنابر. كان الشيخ العباس هذا معروف كمل الخطبة ولا في القضية هك، ومن بعد قالوا له الشيخ دعوا لنا هزيديه، قال يا ربي. ومن بعد قال لهم وانتم ما تخدموش غير ربي اللي يخدم، قال لهم إبراهيم الخليل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ثم قال ربنا انت ما تخدم، انت ما تخدمش مواقف ناس، احنا اللي خذلنا غزة، احنا اللي خذلناها. انا في الجزائر ما نقدرش نهزر العالم الفلسطيني ونخرج بيت الشارع، احنا اللي خذلناها. قال إبراهيم الله يرحمه رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعد من بادير، قال الأمة خذلها حكامها وأضلها علماؤها. الأمة خذلها حكامها وأضلها علماؤها. أما بننتظر هذا مجلس الأمن، هذا الآن مجلس الأمن قريب نقول لك كلمة كبيرة أخلص. مجلس الأمن تعدى على الجمعية العامة وتعدى على منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولا يرى إلا جانب واحد. ما هي المدينة التي تلقت 40,000 طلعة؟ هذا إحصاء الطيران الإسرائيلي. ما هي المدينة التي تلقت 40 قنطار من المتفجرات والناس عايشة وتلعب وتتلاقى ودير حلف للحوثيين؟ المفروض نكونوا كامل الحوثيين. تحية إلى الحوثيين وتحية إلى إيران، والله يخذل العرب من المحيط الخليج. شكرا لك خالد من الجزائر، أشكرك خالد. عبد الله من تونس يقول هذا العالم المجرم الذي لا يرى إلا بعين واحدة دائما مع القوي، لذلك يجب عليك أن تكون من الأقوياء لتحقق التوازن في المعادلة على المستوى الاقتصادي والعسكري. على فكرة نحن كعائلة تونسية قاطعنا كل المنتجات الداعمة للكيان الغاصب مثل كارفور والبضائع الصهيو أمريكية كما يقول عبد الله من تونس. حسنية من ليبيا تقول حتى لو سلاح المقاطعة ناجح فالعدو الإسرائيلي يسعى هو ومن معه من الدول التي تسانده عسكريا في استمرار الحرب وتهجير الشعب الفلسطيني. أبو خالد يقول بريطانيا تدعم الكيان الصهيوني وأنت تعرف ذلك، هل أنت في بريطانيا تقاطعون البضائع البريطانية؟ وهل تستطيع قناة الحوار حث الجالية العربية في لندن بمقاطعة البضائع البريطانية؟ وهل يستطيع المدعو طيب لا داعي لا نذكر أشخاص لا علاقة لهم بنا، لكن ما يتعلق بنا فنحن ذكرناه. من حقك أن تطرح مثل هذه الأسئلة وأنت محق في ذلك. نعم بريطانيا رئيس حكومتها، لكن هناك مظاهرة جرت في هذه البلاد، لاحظ هناك مظاهرة مليونية لم تحصل في أي بلد عربي ولا إسلامي، مليونية ضد هذا العدوان ودعم لإخواننا في غزة. رئيس الحكومة هذا، أنا أحمل جنسية هذه البلاد، رئيس الحكومة هذا لا يمثلني ولا أتبنى موقفه وأعارضه طولا وعرضا، شو رأيك؟ أما موضوع المقاطعة فهذا يعني لا أستطيع أن أفصح لك إذا كنت أقاطع بعض البضائع على الهواء، لكن هو الموضوع طبعا موجه للجمهور، القصة ليست محاججة. أنت في بريطانيا تقاطع ولا ما تقاطع؟ تعرف ليش أنت سألت هذه الأسئلة؟ لأنك لا تريد أن تقاطع وتريد أن تناكف، لكن لو كنت تحس بإخوانك في غزة لكنت فعلت مع الموضوع بشكل إيجابي. مثل هذا المنطق نعرفه في بعض الدول التي انبطحت للصهاينة ولا تريد إلا منطق المناكفة ووضع العصيف الدواليب. عبد الله من فرنسا مساء الخير. عبد الله ألو، هل تسمعني أستاذ سعد؟ نعم سامعك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الإخوة المشاهدين يعني والإخوة العاملين على القناة. أنا أقول لأخي المتصل من الجزائر سيد خالد، نقول له يعني قل اللهم اقصف وهزم الأنظمة السياسية العربية من المحيط إلى الخليج حتى نقول آمين. أما المزاودين هؤلاء يا أخي وساقط المتاع، وهؤلاء الذين يتصلون فقط لتزكية الظلم والطغيان والجبروت وأنظمتهم، أنا أدعو لكم دعوة، نقول اللهم احشر كل من يدافع على أي نظام عربي مع نظامه
حتى هؤلاء يمن يعني في غزة حرب إبادة، يعني غزة بين خذلان الإخوة الأشقاء وبين النصرة الكذابة المغشوشة، هؤلاء الذين يتاجرون بالقضية الفلسطينية وبنكبة الإخوان وبالمسجد الأقصى منذ خلقنا، وهم يتاجرون على بكرة أبيهم ويتلقفونها كالكرة يعني بين أرجل اليتامى القضية الفلسطينية، الفلسطينيين كلهم تجار هؤلاء. شوف سيد صالح، أنا نقول لك باختصار شديد، يعني يا سيدي ما عادش فما دولة يمنية، هي سيدي سموها الدولة الحوثية ولا ضايرة في ذلك، مش مشكل. أنا نقول لإخواني الحوثيين، هو قال لك نحن ساعة قرارنا ما 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 معناها قرارنا بأصحاب سيادة، لا قراركم لازم بأصحاب سيادة، يعطيكم القرار أنتم من طهران وتنفذون، ولا عيب ولا عيب في ذلك، مش مشكل. هو توصيل حسن نصر الله يصطاد عواميد الكهرباء وكاميرات المراقبة وعنده أكثر من 300 ألف صاروخ، مش مشكل، أنا ما نلومش عليه، لأن الأخ الشقيق في الضفة هو الخائن العميل الأصلي، الأخ الشقيق 70 ألف جندي الكلاسين في غزة هم الخائنة والعملاء، معهم عباس وزمرته من الخونة والعملاء. كيف طبعا نقلع على الإدارة الأمريكية عبد الله حتى لا تبقى دائما تصوب على السلطة، يا رجل السلطة هي قادرة حتى تصب كاسة مي من الحنفية دون إذن الإسرائيلي، ما هي سلطة خانعة وأكثر من ذلك، يعني عباس يعرف ذلك وحسين الشيخ يعرف ذلك، وهذا الهباش الذي يعني يتطاول على أسياده المقاومين الصامدين يعرف ذلك، وحتى المصلين تركوه في المسجد منفردا وغادروا، يعني سيبك من هذه النماذج يا رجل، لا داعي للتصويب باتجاهها الآن، الآن لا صوت يعلو فوق صوت الصمود في غزة. تفضل. أنا الإدارة الأمريكية بين معقفين وأوروبا العجوز والمخابرات التي ترصد هذه المكالمة الآن بيني وبينك، فليذهبوا كلهم إلى الجحيم. أنا أنادي إلى المواجهة، المواجهة الحقيقية، لا مقاطعة، المقاطعة هي نوع من أنواع ولكن هي تنفع الآن وتنفع فيما بعد. الآن إخواننا يذبحون يقتلون، ما لكم كيف تفقهون؟ يجب المواجهة يا حوثيين ويا إيران، فكيكي من المناورات الفارغة هذه واضربي أبار النفط مباشرة. شكرا لك. في دول الخليج. أشكرك عبد الله. شكرا لك. أتعرفون لماذا المواطن العربي مازال ما عندوش إحساس بالثقة؟ يتظاهر نعم، يطالب نعم، لكن عندنا غبن، عندنا مواطن يشعر بأنه بين ظفرين ذليل. السلطة لا تعطيه حرية حتى عنان السماء، تقمع أنفاسه، تكتم أنفاسه، تقمعه، تحجبه عن السماء وعن الشمس. والأنظمة ميتة، أنظمة معفنة ميتة، وتريد كتم أنفاس الناس. لهذا ترون المنطقة العربية تغلي لكنها لم تنفجر بعد، انفجرت أيام الربيع العربي وكادت أن تزهر، فأعادوها بقوة السلاح وقوة العملاء والخونة، أعادوها إلى الحظيرة. أحد الأصدقاء روى إلي رواية في الأردن، حتى ما تصدقوا، أغلب الأنظمة العربية تكتم أنفاس الناس وليست صادقة في دعمها للفلسطينيين، وإن أظهرت عكس ذلك. أنا لا أقول بأن الجهد غير مشكور، لا لا لا، أهلنا في الأردن ما شاء الله عليهم، لكن الأنظمة، ما كان لهذا المحتل المجرم أن يستمر لولا هذه الأنظمة الخائنة والعميلة. هذا الصديق الأردني قال لي، هو فلسطيني طبعا أردني، ذهب إلى إحدى الإدارات لإمضاء ورقة، عام 2014 هذا الكلام. ففي الأردن يجب عليك عندما تأتي للموظف تقول له سيدي اعمل لي كذا. سيدي ليه؟ سيدي ليه؟ أنت مش عامل علي جميلة، أنت موظف وتأخذ أجر على هذا الموظف، أعطيك الورقة حتى لا أقول لك كلمة واحدة وتمضيها وتعيدها لي. سأله الموظف، سأل هذا الصديق، قال له ليش ما تقول لي سيدي؟ قال له والله أنت أردني وأنا أردني، ليش أقول لك سيدي؟ قال له لا، أنت فلسطيني معفن. ونادى عنصر الأمن، كتفوا له يديه، كلبشوه، وضعوا على الجدار وضربوا عنصر الأمن على الجدار حتى سالت الدماء من أنفه. هذا الأمن الأردني العظيم وهذا الموظف الأردني العظيم، رغم أن الأردن كما تعلمون فيها نسبة كبيرة من إخوانهم الفلسطينيين. أنظمتنا مشكلة مريضة، مرض عضال، ولن يستقيم حال هذه الأمة، أنا أقول وبمسؤولية، إلا بتغيير جارف من موريتانيا إلى بغداد، حينها اتذكروني.
أما أن تبقوا تحت هذه الأنظمة فالله لن يستمر إلا العمل من تحت الطاولة، أعمال خيانية وأعمال قذرة لا تحترم المواطن ولا تحترم الإنسان ولا تودي للديمقراطية نهائيا، وهي مجموعة من الأسر المتكرشة التي تمص دماء هذه الشعوب. أبو سامر من فلسطين بعجالة. يا أخ صالح، يا هلا بيك. والله يا أخ صالح، مجلس الأمن أمريكا استعملت الفيتو 46 مرة لصالح إسرائيل، وإحنا لحد الآن بالرهان على أمريكا أو مجلس الأمن. إحنا قبل ما تنعقد جلسة مجلس الأمن اسأل أي ولد عمره 10 سنين في الشارع شو بده يصير، بقول لك شو النتيجة سلف. طبعا احنا عارفين انه مجلس الامن والمؤسسات الدوليه وكل المؤسسات العالميه كلها في خندق الصهاينه، احنا ليش بنراهن عليها لحد الان؟ انا مش فاهم. يعني عندنا مثل بقول اللي بجرب المجرب عقله مخرب، وبنكون عارفين النتيجه سلف، وليش بنروح وليش بنيجي؟ وقال بنبقى نستنى بده شو بده يطلع بمجلس الامن. طبعا احنا عارفين قبل ما ينعقد شو النتيجه. وإحنا العرب، إحنا العرب، أنا مش فاهم ليش ربنا خلينا في هالكون. 57 دولة إسلامية كل أمورنا الله وكيلك، بنراهن فيها على الغرب في الكبيرة والصغيرة، بنروح للغرب. طب ليش الغرب ما يجونا في مشاكلهم؟ إحنا شو بنسوي في هالعالم؟ 2 مليار، إحنا عالي على العالم. طيب دعك من الغرب، دعك من الغرب، ليش الـ 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 النصرة أو الدخول على خط الحرب، يعني هكذا تقول هذه الأطراف نصرة لغزة، لم تأتي إلا من الحوثيين الفقراء في اليمن، ومن حزب الله في جنوب لبنان وبعض الفصائل هناك، ومن بعض المجموعات في العراق، أو خطاب إيراني لم نرى غير الخطاب؟ طيب وين باقي أمتك؟ ما هو يا أستاذ صالح، باقي أمتي هو حدا فيهم قراره بإيده. والله الجزائر قرارها بإيدها، موريتانيا قرارها بإيدها، المغرب يقول قراري بإيدي، الرئيس المنقلب في تونس يقول قرارنا شعبي وبإيدنا، هكذا يزعم. يعني شو المشكلة يا سيدي؟ اللي بقول قراري بإيدي يورجيني مراجله، وأنا بس بدي جعجعة بدون ما أشوف طحين. وينه يا رجل مراجله لما تباد، يعني لما يباد أهل غزة؟ يعني إذا لم تكن المراجل الآن فمتى تكون؟ والله يا أستاذ صالح، إحنا حلنا بس في كلمتين قالهم عمر بن الخطاب. إحنا ربنا أعزنا بإسلام، وإذا ابتغينا العزة بغير إسلام ربنا بده يزلنا. شكرا لك أبو سامر، شكرا لك. وهذا الحقيقة بالفعل، هذا الذي تصمد به المقاومة ويصمد به أهالي غزة، هو الإيمان بالله. أما من آمن بالخمرة، وأكثر الزعماء العرب مخمورين بالليل والنهار، والمؤمنين بأمريكا أيضا، والمؤمنين فقط بالكرسي، هؤلاء لن يحققوا شيء، وسيظل الخوف مسيطر على قلوبهم إلى أبد الآبدين. ما على الشعوب إلا أن تنفض الغبار وتستعيد كرامتها وسيادتها الحقيقة. لكن غزة مسؤوليتها كبيرة الحقيقة، غزة أنا أقولها ربما المرة الأولى، مسؤولية غزة ليس فقط الصمود في غزة وتأكيد كبرياء هذا الجزء من الشعب في غزة وتحرير فلسطين لاحقا وقريبا جدا، أقول قريبا جدا نعم، بل تحرير الأمة من أقصاها إلى أقصاها. لأن انتصار غزة يا جماعة الخير، وأنا على ثقة وأقول هذا لأول مرة، انتصار غزة وسيكون انتصار حقيقي وفعلي، كونوا على ثقة من ذلك، انتصار غزة سيحرك قلوب الجماهير من المحيط إلى الخليج لامتلاك قدراتها وامتلاك إرادتها وتحقيق السيادة الحقيقية في أنظمة إما ديمقراطية أو إسلامية، شاء من شاء وأبى وأمن أبى. ولهذا بعض التقارير الصهيونية تقول الأنظمة العربية تخشى انتصار غزة، لأنها تعرف أنه the next، القادم سيأتيها الدور عليها. ولهذا بعض الأنظمة، وأنت بتعرفوها طبعا واحد واحد، بعض الأنظمة لا تريد لغزة أن تنتصر للأسف، لكن غزة ستنتصر. لماذا؟ لأن الله وعد عباده المخلصين بذلك، لن يخذل الله سبحانه وتعالى أهالي غزة. هذا الجند الذي نراه أمامنا الآن من مواطن يدفن أبناءه ويقول لا إله إلا الله ولا ينكسر وصامد يقاتل من تحت الركام، هذا شعب لن يهزم أبدا، كونوا على ثقة من ذلك.
أشكر كل من أرسل إلينا برسالته الحقيقة ولم يتمكن لم أتمكن من عرضها. أشكركم جميعا واعذروني طبعا دائما أقصر تجاهكم. نختم الآن بفقرتنا الأخيرة كالعادة مراسلو الرأي الحر. طيب نبدأ بمحمد من تركيا يقول ينقص بعض الأنظمة العربية الشرف والكرامة للوقوف في وجه ما يحدث في قطاع غزة من إبادة كما تفعل حتى بعض الدول اللاتينية. يقول محمد. صالح من المغرب. صالح من المغرب، هل تعلم أننا الدولة الوحيدة التي لا تزال أو لا يزال تلاميذها بلا دراسة منذ بداية السنة؟ هذا من المغرب طبعا، لا أدري الحقيقة، المعلومة تحتاج تثبت. إلى حد اللحظة ولم نستطع الدفاع عن حق أبنائنا، فكيف يمكننا المدافع على القضية الفلسطينية وإخواننا في غزة؟ للعلم المظاهرات في البلاد مقننة ومدروسة. يقول صالح من المغرب، لكن نعرف بأن هناك جمعيات الحقيقة معارضة للتطبيع وتدعو طبعا لقطع العلاقة مع المحتل وتدعم أيضا أهلنا في غزة. غيث من ليبيا، لقد مللنا واكتفينا من النداء والمناشدة لحكام العرب، فلا حياة لمن تنادي، لكننا نأمل من أفراد ورجال لهم وزنهم وثقلهم في هذه الأمة الإسلامية الكبيرة أن يدعموا صمود الشعب الفلسطيني وإبائه. ماهر من مصر، لقد أعطت غزة فرصة ذهبية للحكام العرب لأن يصبحوا أبطال في نظر شعوبهم ويدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، لكنهم يأبون إلا أن يكونوا في خانة الخزي والعار. محمد من فرنسا، نطالب الجاليات العربية والإسلامية أن تعتصم وتحتج أمام قصر الإليزي بباريس رفضا لمشاركة فرنسيين بجانب قوات الاحتلال في حرب الإبادة على غزة. نذكر بعجالة برقم هذه الفقرة لمن أرغب في إرسال مشاركة مكتوبة أو إرسال فيديو لا يزيد عن دقيقة واحدة. نذكر بالرقم زميلي المخرج بعجالة. الرقم أمامكم طبعا لمن يتابعني، الرقم واتساب 044-77-627-60-809. لقاؤنا بحول الله يتجدد يوم غد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله.